بعد تحصل مصالحنا بأمن ولاية وهران على معلومات مفادها إقامة إحدى المؤسسات الفندقية لسهرة موسيقية، قامت قواتنا بمداهمة تلك المؤسسة في حدود الساعة 2:30 ليلا. قمنا بتحويل 53 شخصا من كلا الجيشين، وضع منهم 6 رهن التوقيف تحت النظر، مع حجز أسلحة بيضاء محظورة ومجموعة من المشروبات الكحولية قدر عددها ب 1488 وحدة، وكذا آلات موسيقية.